اعدل بقى نفسك كده. طيب يلا بينا، ده وقت اضافي ودي فقرتنا الاخيره. قوه الذاكره اعتقد انك ما بتنساش حاجات تخصك، فهسالك اسئله عنك انت، عن احمد حسام ميدو. معاك 10 ثواني للاجابه عن كل سؤال. تمام، مين اللي حصل على ضربه الجزاء اللي انت ضيعتها قدام ليبيا في امم افريقيا 2006؟ احمد حسن. مين اللي حصل على ضربه الجزاء؟ احمد حسن. لا، اللي حصل عليها، اللي حصل عليها. احمد حسن جابها لما انت ضيعتها. مين بقى اللي خد البينالتي؟ اللي حصل عليها. ايوه اعتقد عمرو زكي. صح، برافو. صح، اجابه صحيحه. منتخبنا كسب 3-0 وقتها. سجلت هدف. هو احمد حسن. ايه، احمد حسن كان عايز يشوط الكوره. ايوه، فانا قلت له احمد، كنت انا جبت الجول الاولاني، قلت له احمد انا نفسي اطلع هداف البطوله، سيبني ان انا ايه. بصراحه احمد قال لي ايه، بس بصني بصه كده اللي هو ايه، بصص لي فيها شويه. فراح ايه، كوميديه جدا ان يسيبها لك تروح مضيعها، يروح هو يعمل الفرق. هو بقيت ابص له اقول له يا ابن اللذين. سجلت هدف قدام الجزائر من ضربه جزاء في تصفيات مونديال 2002. كان مين حارس مرمى الجزائر؟ لا مش عارف. هشام زاير. هشام زاير. الماتش خلص 1-1. سجلت هدف التعادل للزمالك قدام الجونه 2010 في استاد القاهره، مين اللي عمل الاسيست؟ صابر الرحيل. صح. جول، خلي بالك جول، جول جامد ده. يميني وانا رجلي الاثنين في الهواء. صح. جول جامد. شيل الكرام. طبعا. شيل الكرام متعود يعني، يعني من احنا صغيرين فما كانش متفاجئ. شريف اكرامي ده من اجمل الشخصيات اللي موجوده في الوسط الرياضي، وهو محلاوي دلوقتي اهو بيلعب حديد وبتاع. ما شاء الله. جمال حمزه كان سجل هدف التقدم للجونه في الماتش ده من ضربه جزاء، مين اللي ارتكب الخطا على جمال حمزه من لعيبه الزمالك؟ جمال حمزه كان في الجونه، جات له بينالتي، مين اللي عمل عليه البينالتي؟ اللي عمل عليه البينالتي؟ مش عارف. اكيد محمد عبد الشافي. طيب مين ضيع ضربات جزاء في الزمالك قدام وادي دجله في سيمي فاينل كاس مصر 2014؟ اثنين ضيعوا. ده انا كنت مدرب. ايوه بالظبط. ده لما مصطفى فتحي ابن لذين عمل تشيب للحضري تقريبا. اللي صحيح. عمل التشيب ده كان اوباما ولا ايه؟ كان حد محمد ابراهيم باين. استنى، انت قعدت تتكلم من غير ما انا ارد. طب ماشي، عيد التايمر معلش يا وليد، ثانيه. جاوب. طب ما تقعدش. اللي ضيع عبد الشافي؟ لا. لا، في اثنين ضيعوا. الزمالك كسب 5-4. اكيد محمد اللي ابراهيم. سجل عبد الشافي ومصطفى فتحي ومؤمن زكريا وصلاح سليمان واحمد علي، مين اللي ضيعه؟ محمد ابراهيم. ايوه ده اكيد. صح. من غير ما افكر. ليه اكيد؟ اكيد هو محمد ابراهيم، دي حاجاته، بس التاني مش عارف مين. حاجاته ايه، متعود ينكد عليك كان. محمد بيحب هو وحازم امام، هم الاثنين ضيعوا. ميدو انا كالعاده اتبسطت جدا بالقعده معاك والحديث معاك، ونورتني وشرفتني، وكل التوفيق ليك في اللي جاي باذن الله. حبيبي هاني، ودايما ببقى سعيد ان انا اظهر معاك، ومره تانية ببقى باكد على نقطه معينه لان دي مهمه جدا بالنسبه لي. انا بعتبر جمهور الزمالك اهلي. زمالك اهلي، جمهور الزمالك اهلي، وبقول للشريحه منهم اللي ممكن زعلانين مني بسبب الشكل اللي انا او الاسلوب اللي انا بشتغل بيه في الميديا، بقول لكم انتوا رايكم على راسي، وبحترم فيكم وجهه نظركم اللي انتوا بتقولوها، وانا متاكد ان انتوا بتحبوني في الاساس عشان كده بتعتبوا عليا. في نص دقيقه بس اشرح لي ذا ميكر عباره عن ايه؟ انا شايفه ان ذا ميكر ده مشروع انا عامله. ده انا شايفه ان ده مستقبل الكره المصريه. هو وامثلته. اللعيبه في افريقيا كلها معظمها اللي خرجت لاوروبا هاني خارجين من اكاديميات. وسر نجاح منتخب الجزائر دلوقتي هي احدى الاكاديميات اتعملت، وفي سته بيلعبوا اساسي في منتخب الجزائر خريجين هذه الاكاديميه. تمام. كلهم محترفين. انا بسكاوت الاولاد الصغار، بختار الاولاد الصغار. انا لفيت معظم محافظات مصر هاني بنفسي. اخترت 28 ولد. لعيبه كويسه جدا. مش هقول احسن لعيبه في مصر، لعيبه كويسه قوي. تمام. من سن 10 سنين 13 سنه. اللعيبه دي انا بديهم فول سكولرشيب. بدخلهم المدرسه وبيعيشوا عندي. خلوا المدرسه وبيعيشوا عندي، عندي مكان اقامه بتاعي وملعب، وبيعيشوا عندي ما بيدفعوش ولا جنيه ولا جنيه. كلهم اولاد يعني من جمال، من لعيبه كويسه قوي يعني. وبنشتغل عليهم من كل جهه، من كل زاويه. ازاي ان احنا نطورهم؟ دراسه، طبيب نفسي رياضي شغال معاهم عشان يشتغل على عقليتهم وعلى كل الكلام ده كله. بنعمل دلوقتي هاني التريننج بروجرام بتاعنا بتاع ميكر.
بنعمله انا اللي بكتبه بعمل مانوال مانوال يعني التريننج بروجرام التريننج بروجرام ده انا هبيعه بعد كده فرانشايز اشتغل من اول لما بتسكاوت الولد بتختاره لغايه ما يسافر اوروبا ان شاء الله. انت بتستثمر بقى فيهم لاحقا بتطلعهم بره موجودين معايا لغايه لما يسافروا بره اللي هو سن معين لازم سن 18 تمام. قبل 18 على طول اللي هو السن القانوني أيوه. للسفر لو انت من بره الاتحاد الاوروبي يعني الحمد لله عاملين بروجكت كامل كل حاجه وانا فخور بالمشروع ده مشروع حياتي وحلمي ان انا اطلع لمصر 10 لعيبه محترفين بيلعبوا 10 15 لعيب محترف يقدروا يلعبوا في التوب ليفل في اوروبا ده حلمي. ممتاز ميدو نورتني وشرفتني حبيبي هاني شكرا ليك شكرا. وبالتوفيق باذن الله في نجاحاتك المقبله ان شاء الله شكرا. ومستني الفيلم جدا. نورنا احمد حسام ميدو العالمي وانتم كمان كالعاده نورتونا في بدايه اسبوعنا من الماتش. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت الى اللقاء.